مرحبا بكل متابعي الصفحة الرسمية لإذاعة الحياة فهم. زلنا في مواكبة متابعة فعلية لفعاليات مهرجان ربيع الفنون الدولي بالقيروان في دورته 24. اليوم احنا في المجلس الثقافي تحت شعار كيف نصنع المستقبل. ضيفنا وسعداء جدا بحضوره إلى جانبنا وسعداء جدا بحضوره في ولاية القيروان المخرج السينمائي المتميز والمتفوق نوري بوزيد. مرحبا. أهلا وسهلا. لا هو متفوق ولا هو متميز، تواضع هذا. لا، كي الناس كي الناس، خلينا رايضين. سي نوري، مرحبا بك. ساعة في ولاية القيروان، سعداء جدا بحضورك. أنا شيخ في الجو هذا وشيخ بالعباد اللي شفتها وعرفتها هنا، مش لازم تخليني نحس روحي على منهم. مانيش على منهم، قاعد نتعلم منهم. احنا الحقيقه فرحانين برشا لانه اعمالك هي اللي تحكي عليك نوري بوزيد. اليوم الافلام اللي قمت باخرائي اعمالك. نعم، اي، نحكي على اعمالك اليوم لانه اعمالك اليوم متصدرين الحقيقه. كل مره نلقاو فما ابداع بين العمل والعمل الاخر، نلقاو فما حاجات جديده قاعده تنضاف. فهذه حاجه يعني تشرف السينما التونسيه وتشرفنا احنا كمتلقين زاده. كيف كيف الفو بوسي اسكو سو سوا اون ريغل جينيرال، علاش لا؟ بالحق. انا تلامذتي نحاول ديما نعطيهم الامكانيه باش يتجاوزوني. هذا هو. باهي، نرجعوا اليوم. اليوم حضورك في ولايه القيروان، خلينا نسالك ساعه في البدايه، اول مره تجي للقروان ولا سبق لك ان جيت قبل؟ لا لا، عاد انا خدمت اسيستون في فيلم تاع سبيلبرغ الى 42 ans في القروان. صورنا جزء في القروان يحكي على القاهره، ريكونستيتيسيون تاع القاهره في العشرينات، عملناها في البلاد العربي. وبعد عملناها في نفطة، لوازيس، ريكونستيتيسيون دو نوازيس، كي ان انترميدير انتر لو كير اي لو ديزير. وبعد عملنا لو ديزير في الصحراء التونسية افيك دي مونومون فاراونيك سو لو سابل. سيتي اكستراوردينير كوم ترافاي، سيتي تري رابيد. سبيلبرغ ات ان هوم دون رابيديتي انكرويابل انكرويابل انكرويابل. نتجراو ونخدمو. انا مثلا جيتي ريسبونسابل دو 4000 فيغورون. يلزمني باش يبداو حاضرين 8 دي ماتان، يلزمني نكون الاربعه هنا بهم. وكيفاش باش تجيبهم في الاربعه؟ منين باش تلقاهم؟ وكيفاش يستثقوا فيك باش يجيو يخرجوا من ديارهم ساعتين؟ سي انكرويابل، سي دلا ماجي، سي دلا ماجي، خاطر ما ثماش كونتراتوات. بالكلمه. ومن بعد نجحت العمليه ونجحت اي نجحت نجحت بيان سور. اي ولليوم مازلنا نحكيو عليه. به اليوم حضورك لهنا في ولايه القيروان، حضورك اليوم في المجلس مهرجان والا لا؟ بيان سور حضرت. تحكي مهرجان التكريمات؟ اي اي بيان سور، جيتي من اللي تكرموا. بالضبط. شنو رايك في مهرجان الساعه وفعاليات المهرجان والانطلاقه اللي كانت البارح؟ ثم حاجات باهيه برشا وثم حاجات قلقتني شويه. الخطاب الرسمي قلقني شويه بصراحة. معناتها أنا ما نحبش نكذب ولا ما هيش بلاستو، فهمت؟ وسيرتو كي طويل. بار كونتر جيتي رافي بار لا فيولونيست، رافي اكستراوردينير، شيختنا للاخر. وبعد يجي خطاب يرقدنا. اليوم مجموعه من خيره الفنانين اللي عنا الحقيقه واللي تشرفوا بهم في تونس وحتى على مستوى يعني عربي. اليوم فنانين، اليوم كما دره زروق باش تكون موجوده معنا في هذا المجلس الثقافي، ريم الريحي، عديد الاسماء الاخرى العربيه. اليوم خلينا ناخذ فكره شنو هذا المجلس الثقافي، شنو هي الحاجات اللي باش تبارتاج بين الممثلين المخرجين واهل الثقافه اللي باش يكونوا موجودين في هذا المجلس الثقافي. هذا الشيء اللي مش نكتشفوه. على خاطر حتى السؤال يلزمنا نلقاو له اجابات. لانه ما هو سهل كيف نصنع المستقبل. كيف نصنع المستقبل سي ابستري، فهمت؟ يلزمنا نلقاو احنا اجابات. انا نساهم باجابات، حد اخر يساهم باجابات، نتعاندوا ونتناقشوا ونوصلوا بشويه بشويه. ماهيش حكايه تريقل في عام راهو كيف. خاطر المستقبل ماهوش فيدنا احنا، فيد الفروخ. المستقبل فيدنا احنا، فيد الفروخ. الشباب اللي طالعته
انا نقول لك الفروخ اللي تو مازالوا في في ليكول بريمير وفي هذوك بعد 15 سنه تشوف شي يخرجوا بيان سور هذوك اللي حشنا بهم لازم نحضروهم من تو كي نحضروهم من تو دون 10 ans 15 ans يوليو قادرين باش يفكروا ويعرفوا كيف يجاوبونا. خلينا نسألك لهنا نحكيو على الناس أو نحكيو على الصغار اليوم في الجهات في المناطق الداخلية، هل أنه مش وقيت اليوم نعملوا نوادي سينما تتحرك شوية نوادي سينما خاصة نتحدث بصفة خاصة على المناطق الداخلية اللي تفتقر الحقيقة مثل هذه النوادي لتربية الناس خاصة على السينما بصفة عامة؟ بيان سور أنا أتكلم في واحد مقتنع خطر أنا ولد سيني كلوب سيني كلوب لو ليمير دي سفاكس سيني كلوب دي جون دي سفاكس في لي زاني 60 وحتى قبل دونك بيان سور كو لي سيني كلوب سي تري تري امبورطون يعلموك كيفاش تقرا فيلم يعلموك كيفاش تحلل فيلم يعلموك كيفاش تبني فكره فيلم بيان سور اليوم لازمنا نتحركوا شويه على المناطق الداخليه وانتم لازمكم تتحركوا شويه شوف اذا كان كل واحد يحاول في جهته يعمل ان بتي نوايو دي سيني كلوب اون دو تروازون سي غاني اما ما تلوجوش على الفلوس اذا كان باش تلوجوا على الفلوس مش نوليو دي زوفيسيال وباش نوليو نحبوا الفلوس وما عادش حكايه نتاع نضال من اجل السينما هذا هو هذا موجود انا جيتي دون ان سيني كلوب وانا في با دارجون نافي با دارجون يافي با دارجون يافي جوست لا لوكاسيون دو لا سال ولا لوكاسيون دو لا سال عملنا بري ريدوي على خاطر البي اي ريدوي بارابور او بي اي دو فيلم كوميرسيال نعملوا دي بروجيكسيون بين البروجيكسيون تاع ثلاثة والبروجيكسيون تاع تسعة بيناتهم اثنين وثم على الأقل ساعة ديبا دونك فوالا الفو ريفينير او سيني كلوب الفو ابسوليومون ريفينير او سيني كلوب اي سورتو احنا في بلادنا أونكور اون فوا نحكي على تونس عندنا بوكو دانستيتيسيون سينيفيليك بوكو دانستيتيسيون سينيفيليك اون beaucoup d'écoles de cinéma. On a les écoles de cinéma. Et quand je mets les écoles de cinéma, je suis chez le ciné-club, je suis chez moi. On a beaucoup d'institutions cinéphiliques importantes. Ils m'ont voilà. واضح شكرا لك سي النوري يعطيك الصحه شرفتنا ونورتنا واكيد مازلنا باش نشوفوا برشا اعمال جديده للنوري ابو زيد متاكدين من هذا واضح شكرا لك سي احنا مازلنا في متابعه ومواكبه فعاليه وحينيه لفعاليات مهرجان ربيع الفنون الدولي نعاود نذكر اليوم المجلس الثقافي تحت شعار كيف نصنع المستقبل والسهره الحدث ان شاء الله 9 نتاع الليل في ملعب المرحوم حمده العواني للفنانه التونسيه امينه فاخر تكونوا في الموعد 9 نتاع الليل سي نذكر العباد اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا تو على الباج فيسبوك بتاعنا الحياة فهم فعالية هذا المجلس الثقافي باش تتبث يعني صوت وصورة على الباش فيسبوك بتاعنا الحياة فهم وعلى الانتين بتاعنا زادة كيف كيف على الفريكونس على 93 يلا في أمان الله توت نسكل